السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول بارت إيرمان في كتابه Didym is the Blind and the Text of the Gospels، يقول في الصفحة الرابعة: يتفق علماء العهد الجديد أن نص العهد الجديد لا يمكن أن تتم إعادة تكوينه بعيدا عن رسم دقيق لتاريخ تداوله، بعيدا عن الرسم الدقيق لتاريخ تداول النص لا سبيل لاستعادة النص الأصلي، وهذا اتفاق علماء النقد النصي للعهد الجديد. يقف القمص عبد المسيح بسيط أمام هذه الحقيقة، في الحقيقة مدركا لها، ليقول لنا إننا نملك النص الأصلي للعهد الجديد في القرن الأول والثاني والثالث، ونملك مخطوطات تعود إلى القرن الأول. وسنتحدث اليوم فقط عن حديثه عن امتلاكنا لمخطوطات للقرن الأول الميلادي. طبعا هو يحتاج هذه المخطوطات أساسا لإثبات أن هذه الكتب ألفها تلاميذ المسيح، وثانيا لإثبات أن المخطوطات قد تم تداولها بصورة مكثفة في القرن الأول الميلادي بما يمنع تحريفها تحريفا واضحا جليا. هذه الدعوة يقدمها عبد المسيح بسيط. سننظر إن كان عبد المسيح بسيط، القمص عبد المسيح بسيط، صادقا في قوله السابق الذي نقلناه قديما عندما قلنا إنه يزعم أنه يتابع جماهير النقاد قولهم في المسائل النقدية فيما يتعلق بتداول النص الأصلي ومخطوطات العهد الجديد. وسننظر أيضا إلى ما يقوله داني والس في دعوى امتلاكنا مخطوطات تعود إلى القرن الأول الميلادي. نبدأ بحديث القمص عبد المسيح بسيط. يهود قمران أو اليهود اللي كانوا بيعيشوا أقرب للنساك أو أقرب للرهبان في منطقة قمران حصلوا على أجزاء من أسفار العهد الجديد، وفي هذا الوسط وجدوا جزيئيات صغيرة، حتت صغيرة أو زي ما نشوفها دلوقتي على الشاشة. هذه الجزيئيات الصغيرة لا يمكن تعود إلا للعهد الجديد مش العهد القديم. فإذا صدق إذا تأكد العلماء أن بالفعل هذه المخطوطات من بعض أسفار العهد الجديد، يبقى معناها إحنا عندنا نصوص حتى لو كانت قليلة جدا من قبل سنة 68 ميلادية، لأن معنى كده أن المخطوطات دي الأناجيل كانت متداولة، والعلماء في العصر في السنوات الأخيرة كلهم تأكدوا أن أقدم إنجيل كتب والإنجيل القديس مرقس كتب حوالي سنة 50 ميلادي. وجدوا في نفس الكهف أيضا سبع قصاصات أخرى، حتة صغننة كده، سبع قصاصات أخرى، واحدة للإنجيل للقديس مرقس 4-28، واحدة للقديس مرقس 12-17، واحدة من أعمال الرسل 27-38، وواحدة لرومية 15-11-12، وواحدة لتيموثاوس الأولى الآيات 3-16 لحد 4-3، ويعقوب واحدة من رسالة يعقوب 23 إصحاح 23 وآية 24، وواحدة ثانية لمرقس إصحاح 6-48. يعني عندنا ثلاث جزئيات خاصة بالإنجيل للقديس مرقس. Now, in terms of the date of these New Testament manuscripts, the earliest come from the second century, from within 100 years of the completion of the New Testament. خلاصة كلام القمص عبد المسيح بسيط في هذا المقطع، يقول لنا إن مخطوطات تعود إلى مغاور قمران قد اكتشفت، وهي عند التحقيق تعود إلى نص العهد الجديد.
مخطوطات مغاور قمران هي مخطوطات اكتشفت في منتصف القرن الماضي، وهي تضم مخطوطات للكتاب المقدس اليهودي، ومخطوطات لنصوص دينية للجماعة المتنسكة التي كانت تعيش في تلك المنطقة. وهذه الجماعة عاشت في بداية القرن الأول ميلادي، ومخطوطات التي كانت تملكها والمحفوظة اليوم تعود حتى منها ما يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد. فحص أحد النقاد الذي كان مغمورا قبل هذا الحديث هذه المخطوطات، فزعم أن من هذه المخطوطات ما يعود إلى العهد الجديد. طبعا أن يثبت أن هناك مخطوطات للنصارى في هذه المنطقة ضمن هذه المخطوطات المكتشفة، فيعني يقينا أن هذه الأصفار العهد الجديد كانت متداولة في تلك الفترة. الإشكال هنا متعدد الأوجه. أصلا كيف تمتلك طائفة يهودية مترهبنة بعيدة عن الناس أصفار النصارى عندما كان النصارى قلة لا يؤبه بها؟ مجرد التفكير في هذا الأمر مشكل. ثانيا، هل هذه النصوص حقيقة تعود إلى العهد الجديد؟ يعني أشهر نص في هذا الأمر هو نص المسمى ب 7Q5، ويزعم أنه كما ذكر القمص يعود إلى مقطع من إنجيل مرقس. هذا النص بعينه كتب فيه دالين ورس مقال، والرابط أمامكم، وعرضه على النت. يقول فيه هذا المقطع الصغير جدا والذي يضم كلمة واحدة فقط كاملة، هي كلمة كاي التي تعني باليونانية وحرف الواء، حرف العطف. يعني لو أخذناها باللغة العربية لا تجد كلمة، لأن الواء هنا تعتبر حرف لا كلمة. كلمة واحدة وقرابة 7 كلمات فقط من الممكن قراءتها ولا يختلف فيها، والباقي الأحرف القليلة جدا عليها خلاف واسع. يعني هذا النص لا يمكن قراءته أصلا. هو يقول عبد المسيح بسيط هنا، ماذا يقول؟ قدم 3 دعاوى هنا. قال الأكذوبة الأولى، واعذروني أن أستعمل عبارة كذبة وأكذوبة لأنه يضطرني إلى هذا الكلام، يعني لا أجد مصطلح ثاني أستعمله لوصف كلامه. قال إن هذه المخطوطات، أولا إن هذه المخطوطات لا يمكن أن تعود إلى العهد القديم، بالتالي إذن تعود إلى العهد الجديد. هذه دعوة كلام فارغ. لماذا؟ لأن هذه المخطوطات منها ما هو من المعهد القديم، ومنها مخطوطات نعلم يقينا أنها ليست من العهد القديم وتعود إلى كتب دينية لهذه الطائفة. فلا يلزم من ألا تكون من العهد القديم أن تكون من العهد الجديد. ثانيا يقول إذا كانت هذه المخطوطات من الأناجيل فهي كانت متداولة في تلك الفترة، وهذا أمر مشكل جدا، لأنه من المعلوم أن إنجيل مرقس الذي يعتبر أقدم الأناجيل قد كتب في السبعينات، والذي نشر هذه والذي دافع عن التاريخ المبكر لهذه المخطوطة هذا الناقد اسمه أوكالاغان، يقول إن هذه المخطوطة تعود إلى قبل سنة 50. فكيف نجمع بين تاريخ إنجيل مرقس في السبعينات وهذه المخطوطة التي تعود إلى ما قبل سنة 50؟ أكذوبة ثانية. الأكذوبة الثالثة عندما قال إن العلماء قد تأكدوا أن مرقس أقدم الأناجيل وقد كتب في حدود سنة 50، وهذا كلام فارغ باطل، لأن النقاد اليوم جماهيرهم على أن هذا الإنجيل إنجيل مرقس، جماهير النقاد كما هي في الكتب المنشورة المطبوعة يقولون إن هذا الإنجيل قد كتب في السبعينات. فهذه يعني الدعوة الفاسدة. إذن داني والس ناقش هذه المخطوطة، قال هذه المخطوطة من المحال أصلا أن نصل معها إلى نتيجة لنعرف النص الذي وراءها، مخطوطة لا يكاد يوجد فيها شيء. ولهذا يعني العلماء لا يتابعون أوكلاغن والذي جاء بعده ثيد الناقد الألماني أيضا الذي انتصر بحماسة شديدة لدعوى أن هذه المخطوطة تعود إلى القرن الأول، ورد عليه النقاد ردود واسعة وأثبتوا يعني فساد قوله. ولذلك لا تجد أبدا
أحد من كبار النقاد المعتبرين يقول إن هذه المخطوطة تعود إلى القرن الأول، ولا واحد من النقاد. ولذلك يعني أين تجد آخر تقديرات العلماء لأعمار المخطوطات؟ تجدها مثلا في الكتب النقدية هذه، مثلا هذا الكتاب لكرت ألاند وزوجته، يعتبر الكتاب رقم واحد لدراسة النقد النصي، يعني أشهر مقدمة تدرس في الجامعات. ويتحدث طويلا في هذا الكتاب عن تاريخ أعمار المخطوطات تاريخها. يعني طبعا من كتب الفرنسية، المكتبة الفرنسية أضعف بكثير من المكتبة الإنجليزية، لكن هذا كتاب مانويل دو كريتيك تكستيل دو نوفو تيستامون، هذا يتحدث عن أمر مقدمة العهد الجديد أو النقد النصي للعهد الجديد، ويتحدث عن الشواهد. طبعا أسهل مكان تذهب إليه هو نسلي آلاند 28 عندما يتحدث عن أعمار المخطوطات، وأيضا هذا الكتاب أو النسخة الرابعة، نعم المراجعة الرابعة لكتاب UBS. فهذه المراجع مجمعة على أن هذا النص ليس جزءا من العهد الجديد، ليس جزءا من العهد الجديد، حتى وأقول هذا النص وبقية الشذرات التي ذكرها عبد المسيح بسيط، سواء 7Q5 أو بقية الشذرات، ولا أحد من كبار العلماء ينسبها إلى العهد الجديد. حتى هذا فيليب كومفورت الذي تحدث عن البرديات لم ينسب، وهو طبعا عبد المسيح بسيط يعني يراه من العلماء المعتبرين، لا يزعم أن هذه المخطوطات جزء من العهد الجديد. إذا عبد المسيح بسيط يسير خارج أقوال العلماء، خارج أقوال العلماء، ويتعلق بشذوذات لا يتابعها أحد. جوزيف فيتسماير هذا ناقد كبير جدا كاثوليكي من أئمة الدراسات الكتابية في القرن العشرين الكاثوليك، يعني هو تضعه في نفس المرتبة العالية جدا كناقد، يعني مع ريمون براون، وهو طبعا له طبعا تعليقه الشهير جدا على إنجيل لوقا. يقول في كتابه Responses to 101 Questions on the Dead Sea Scrolls، أجوبة على 101 سؤال حول مخطوطات البحر الميت. يقول في الصفحة 16، سئل قدم سؤال: هل توجد نصوص العهد الجديد ضمن مخطوطات البحر الميت أو مخطوطات قمران أو قمران على الصواب؟ طبعا هذا الرجل فيتسماير، هذا الرجل كان عضوا في أهم تجمع علمي رسمي لنقاد لدراسة هذه المخطوطات ونشرها. يجيب في الصفحة 16 بقوله: لا none that are certainly so identified. ويقول إن جماهير أهل العلم من النقاد يعني متشككون بصورة كبيرة ورافضون بصورة كبيرة لدعوى وجود نصوص من العهد الجديد في مخطوطات قمران. وبالتالي هذه المخطوطات التي ذكرها في مغاور قمران عبد المسيح بسيط هي شذوذات فاسدة قد تعودنا عليها في المكتبة الغربية، لا يتابعها أحد من أئمة النقد النصي المعتبرين، ولا المؤسسات الكبرى كمؤسسة ألاند في ألمانيا، ومؤسسة داني وارس في أمريكا، وسوسايتي اوف بيبليكال ليتشرشر في أمريكا وغير ذلك. لم يقل بها أحد من النقاد المعتبرين، ولا أحد ولا مؤسسة معتبرة في الغرب. ننظر الآن في مقطع آخر يزعم فيه عبد المسيح بسيط أنه يعود إلى القرن الأول ميلادي. أترككم مع المقطع.